ولا عمره كان في دمار زي هالدمار هذا بالمرة، ولا تأملنا يصير دمار في المنطقة هيك، في خان يونس، بلد خان يونس بلدنا، يصير فيها زي هيك، ولا حرب شفنا زي الحرب هذا. هذا الحرب دمار، مأساة، يعني ببك الحجر. اللي يجي يشوف بلدنا دمار، غزة كلها عامة دمار. هو أفضل بيت اللي عشت فيه أنا 37 سنة. هو بالرغم أنه يعني مدمر وفيش مية وفيش أمور، يعني ساقي في تاوينة وشي، هو الأفضل بيت اللي عشت فيه أنا، حاسة بالأمان فيه. البيت يعني بده كل إشي، بده سقف، مأوى، بده مية، بده يعني بناء، يعني ينبنى، بده بناء ينبنى البيت يعني، وبدنا سقف، يعني كل شيء بده البيت. الوضع تعبان، لا مية ولا كهرب ولا مأوى دور علينا يستر علينا يعني تسترنا، ولا فراش ولا حاج ولا إشي. يعني يعني المنظر كله انت شايفه على الطبيعة، كله المنظر كله دمار. لا عاوز